نحو مناعة جماعية، التزام تسعى الجزائر لتطبيقه ضمن مخططها الاستراتيجي للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 من خلال توفير 40 مليون جرعة لتلقيح 70% من الساكنة. تم إعداد مخططا استراتيجيا للحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للخبراء المختصين في التطعيم واللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الوباء على مستوى الوطن. أول مرة في تاريخ الجزائر رئيس الجمهورية والسلطة السياسية ركزت القرار تاعها على القرار العلمي. المخطط يهدف إلى اقتناء لقاحات سليمة وفعالة وتوزيعها توزيعا عادلا لتحقيق التغطية الشاملة للفئات المستهدفة. كان تشاور مع الشريك الروسي وكان تشاور مع الشريك البريطاني، ولهذا سوف يكون لقاحات أربع أو متعددة المصدر اللي راح تسمح باش إذا كان فيه مشكل في تلقيح ما يكون فيه اتجاه الشريك الثاني. من خلال التدابير والإجراءات التي تم إقرارها والتي أبانت عن اقتدار كبير وكفاءات عليا في إدارة هذه الأزمة وكان ثمنها باهظا. حماية المواطن من الفيروس بأسس علمية أولوية يسهر عليها القائمون على القطاع بالتعاون مع الشريك الاجتماعي للتحسيس بأهمية التلقيح.